جميعا نرحب بكم في منتدى وعد سياسي كما نرحب بالدكتور صديق حسن مدن في هذا المنطقة بعنوان ثورات الربيع العربي من النجاح والفشل. وأكيد طبعا جميع التنظيمات السياسية مطالب أن تقيم هذه الثورات من فترة أخرى ونطلع أسباب النجاح وأسباب الفشل فيها. فليتفضل عن الدكتور حسن بإلقاء مداخلته. شكرا. مساء الخير أيها الأخوة والأخوات. في البداية أتوجه بالشكر للأخوة في جمعية وعد وللرفيق الأمين العام رضي الموسوي على دعوتهم لي للمشاركة في هذه الندوة المهمة. أشكره أيضا على دعوته للمشاركة في ندوة سابقة، للأسف يعني منذ حوالي شهر تعذرت عليه الحضور بسبب وجودي خارج البحرين. كما تفضل الأخ عبد الله، فهذا الموضوع الذي تنعقد تحته الندوة ثورات الربيع العربي بين النجاح والفشل موضوع الساعة، يمكن القول ونحن نمر بمرور 5 سنوات على انطلاقة هذه الثورات، بدءا من تونس مرورا بالعديد من البلدان العربية الأخرى بما فيها البحرين. وأبدأ يعني بالقول أن هناك قاعدة منهجية تقول بأنه كلما طالت، أعتقد أن العبارة منسوبة إلى إنجلز، كلما طال المدى الزمني للأحداث يعني قضت فترة عليها، كلما يعني أصبحت إمكانية الوقوع في الخطأ أقل، يعني لا تنتفي هذه الإمكانية ولكن تصبح أقل. وبالتالي فنحن الآن في 2016 ولسنا في 2011، وبإمكاننا يعني من هذه النقطة الزمنية الآن أن نطلع على السنوات الخمس الماضية برؤية أكثر شمولية، أكثر بنرامية مما كنا عليه آنذاك في وقت اندلاع الثورات والانتفاضات العربية، لأن تحت ضغط الحدث والعنفوان الجماهيري والشعبي الذي طال الساحات والميادين العربية المختلفة لم يكن بوسع أحد يعني مهما كانت يعني عبقريته أن يتوقع أو يضع احتمالات كيف ستسير عليه الأمور بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3، لأن للحياة أيضا وللمسار الأحداث مقتضياته التي في بعض الحالات يعني تفوق التوقعات. ولذلك نحن بحاجة إلى تقييم هذه الثورات العربية بشكل موضوعي قدر الأمكان. نحن الآن لسنا تحت ضغط الحدث تماما، وكما أشرت أصبحت هناك فترة زمنية تسمح لنا بأن ننظر إلى الوراء بصورة أوسع، رغم أن الأمر أيضا لا يخلو من تعقيدات ومن تعدد في وجهات النظر وزوايا يعني الموضوع الذي نناقشه. وأعطي مثال، أن أنا أمس فقط كتبت مقال من وحي المفاوضات الجارية في جنيف الآن بشأن الملف السوري، والخلاصة يعني قلت فيها أن بعد 5 سنوات مما يجري في سوريا الآن نحن في وضع لم يعد بوسع النظام أن يقضي على المعارضة، وليس بوسع المعارضة أن تسقط النظام. وبالتالي يجب يعني نعول على هذه المفاوضات في أن تصل إلى نقطة تخرج البلد من ما أطلقت عليه أنا في المقال الحرب الأهلية الجارية هنا. ووصلتني ردود فعل متباينة يعني من المتعاطفين مع النظام، من يقول أن هذه ليست ثورة وهذه صناعة دول إقليمية وإلى آخره،
وستنهزم بشيء من هذا القبيل، وأيضا ما يشبه الشتائم من المتعاطفين مع الحراك الجاري في سوريا، ويقولون أن هذه ليست حرب أهلية وإنما هي ثورة ستنتصر وإلى آخره. وبالتالي يعني رغم مرور كل هذا لازلنا أيضا في المنطقة الملتبسة التي تحتمل تعدد وجهات النظر، هذا على سبيل المثال فقط. لذلك أنا أرى أن العنوان الذي اقترحه الرفاق في وعد لهذه الندوة عنوان مناسب، لأنه يسمح لنا بأن نرى الموضوع من زاويتين، زاوية النجاح وزاوية الفشل. طبعا علي أن أقدم استدراك هنا، يعني لكي لا يعني يفهم ما طرحته بشكل خاطئ، أن أنا عندما أقول ذلك لا أنطلق ولا أتقاطع بشكل من الأشكال مع أولئك الذين يقولون بأن هذه كانت أكذوبة وأن ما جرى ليس سوى مؤامرة أمريكية أو مؤامرة إيرانية أو مؤامرة تركية أو إلى آخره من هذه الأقاويل التي نجدها تتردد يعني في المواقع المختلفة وفي المنتديات وفي الفضائيات إلى آخره. وأيضا نجد أصداءها وصلت إلى بعض الشرائح والقطاعات الشعبية التي يعني أصيبت بالخيبة أو بالإحباط نتيجة النتائج السلبية أو الثمار المحدودة لانتفاضات الربيع العربي حتى هذه اللحظة. أؤكد أن ما جرى هو انتفاضات وثورات شعبية حقيقية عبرت عن حالات من الإحباط وانسداد الأفق لدى قطاعات ولدى شعوب المنطقة، ثورات على الاستبداد، على القمع، على العبث بالمال العام، على التضييق على الحريات السياسية. هناك أنظمة يعني أطبقت الخناق على هذه الشعوب على مدار عقود طويلة، وكانت تطلع نحو الحرية ونحو الديمقراطية ونحو العدالة الاجتماعية ونحو الكرامة، وهي الشعارات التي انطلقت تحتها هذه الثورات والانتفاضات، شعارات حقيقية. وعلينا أن نتذكر أن هذه الهبات في الكثير من الحالات انطلقت بصورة عفوية، لم تكن من تنظيم أحزاب ولا من تنظيم قوى، وإنما عبرت عن حالة من الاحتقان الشعبي الواسع الموجود في المجتمعات العربية المختلفة. وأنا لا أرى أنه يعني أنها مجرد مصادفة أن هذا الربيع العربي ابتدأ من تونس وتلته مصر. أنا أرى أن هذين البلدين يعني من أكثر البلدان يعني نضجا من الناحية السياسية، هناك مجتمع مدني قوي، هناك تقاليد سياسية عريقة، هناك خبرات سياسية أيضا موجودة. المجتمع المدني خاصة في تونس يمتلك درجة كبيرة من الاستقلالية عن الدولة وغير خاضع لهيمنتها رغم كل محاولات الاحتواء التي جرت في فترة زين العابدين بن علي. ولذلك يمكن القول أن هذه الانتفاضات، هذه الثورات، سواء يعني المصطلح هذا قابل للأخذ والرد، ولكن ما جرى في هذه البلدان هو تعبير عن حاجات موضوعية للتغيير نضجت ظروفها. الآن كيف سارت الأمور؟ هذا ما نأمل أن نسلط الضوء عليه في هذه الأمسية. طبعا ليس أيضا غريبا أن موضوع الديمقراطية بالذات احتل يعني الصدارة في المطالبات الشعبية التي جرت في هذه البلدان. صحيح هناك قضايا معيشية، هناك فقر وتدني في الأجور، هناك بطالة في كثير من البلدان التي انطلقت في هذه الانتفاضة. علينا أن نتذكر أن الباعث المباشر للانتفاضة في تونس ابتدأ ب يعني حرق محمد بعزيزي نفسه يعني وهو بائع يعني جوال، ولكن سرعان ما أخذ المطلب الديمقراطي يعني صدارة التحركات التي جرت، ويبدو لي هذا متسق تماما مع منطق العصر الذي نعيشه. لم تعد هناك يعني بقعة في العالم على هذا الكوكب لم تتحول نحو الديمقراطية إلا المنطقة العربية، يعني حتى شرق أوروبا ربما يعني الأمر
ملتبس ببعض الاعتبارات، ربما الناس الآن في هذه البلدان من خسرت الكثير من المكاسب الاجتماعية والمعيشية التي كان النظام الاشتراكي يوفرها في حينه، ولكنها أيضا من الناحية الأخرى ظفرت بالحريات السياسية وبالدرجة من الديمقراطية، يعني لتكن الديمقراطية البرجوازية أو أيا كان هذا التوصيف، ولكن في الأخير هي الديمقراطية بما هي حقوق للإنسان، حريته في التعبير وحريته في تنظيم أحزاب وحريته في مختلف المجالات والاحتجاج وإلى آخره. أمريكا اللاتينية أيضا التي كانت يعني بقعة معروفة بالديكتاتوريات وبالأنظمة العسكرية التي دبرتها المخابرات الأمريكية، لم تعد هذه القارة كما كانت قارة للديكتاتورية، وإنما هناك انتخابات وحريات سياسية وتداول السلطة، انتخابات حقيقية تأتي باليسار مرة وتأتي باليمين مرة وإلى آخره، وهناك أمر طبيعي. إلا المنطقة العربية ما زالت يعني بشكل أو بآخر عصية على المسألة الديمقراطية، وأضع عصية بين قوسين بطبيعة الحال، لأني أعتقد أن هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة لها الحق في الديمقراطية، وأثق أيضا أنها قادرة على انتزاع هذه الديمقراطية شأنها شأن الشعوب الأخرى. المسألة مسألة وقت في نهاية المطاف. طبعا هناك من حاول الرد، يعني القوى المضادة، قوى الثورة المضادة، القوى المتضررة من المجريات التي حدثت، حاولت أن تقول بأن هذا الموضوع هو مؤامرة دبر لها من الخارج، وأن هناك دورات أخذ إليها الشباب، علمونهم في الفيسبوك وعلمونهم في استخدام التويتر وعلمونهم في يسوون ثورات إلى آخره، وهذا يعني أعتقد منطق سخيف يعني في نهاية المطاف، لأن لا يمكن لتويتر ولا لفيسبوك ولا لأي من وسائل التواصل الاجتماعي أن تخلق ثورة لم تنضج ظروفها في الواقع الميداني، الواقع الحي، واقع الصراعات الاجتماعية والسياسية الجارية في المجتمع. يمكن أن تشعل، يعني يشتعل تويتر بثورة، نفس التويتر يمكن أن يشتعل، فيسبوك يمكن أن يشتعل، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يمكن أن تشتعل كفضاءات افتراضية، ولكنها هذا الاشتعال لا يمكن أن يتحول إلى الواقع إلا إذا كان الواقع نفسه يعني مهيئ للانفجار. وهذه الوسائل في تقديري لا تختلف من حيث الجوهر ومن حيث الوظيفة التي تؤديها عما كان يؤديه المنشور السياسي السابق الذي كان يطبع على ستانسل أو يطبع يصور وإلى آخره بنسخ محدودة، ولكن نحن الآن في القرن الحادي والعشرين ولسنا في القرن العشرين في عشرينيات أو خمسينيات أو إلى آخره من القرن الماضي، يعني فصلنا حوالي قرن عن تلك الفترة التي كانت فيها مثل هذه الوسائل تؤدي الدور التعبوي والتحريضي، وبالتالي فإن هذه الوسائل قادرة على أن تصل إلى قطاعات وشرائح هائلة في لحظة واحدة وفي ثانية واحدة، مجرد زر يضغطه الإنسان وتصل هذه الرسائل. ولكن حتى هذا النطاق الواسع لوصول هذه الرسائل الافتراضية إلى الجمهور لا يمكن أن يحدث تغيير في المجتمع لم تنضج ظروفه. الثورة تحدث أو التغيير يحدث عندما يكون المجتمع جاهزا لمثل هذا التحول، عندما لا يستطيع الناس أن يعيشوا بالطريقة القديمة نفسها كما عاشوا، عندما لا يعود بوسع الطبقة الحاكمة نفسها أن تحكم كما كانت تحكم سابقا. هذه هي قواعد الثورة علميا. إذن هذا هو المنطلق. الآن نحن إذا يعني عدة حالات لما أطلقنا عليه الربيع العربي، طبعا المصطلح هذا أيضا تعوزه الدقة حقيقة الأمر، يعني جرى حديث كثير عن مصطلح الربيع العربي، البعض يقول أن الربيع يعني أيضا يليه خريف، لا يوجد ربيع دائم ولا يوجد خريف دائم، وبالتالي توصيف هذه اللحظة بأنها ربيع يعني يحتمل أن الربيع سيليه فصل آخر، وأنه يجب البحث عن تعبير أكثر توصيف يعني أو أكثر دقة في وصف ذلك، ولكن ليس هذا هو الموضوع. هناك حالات مختلفة، لا يمكن أن نضع كل ثورات الربيع وانتفاضات الربيع العربي في سلة واحدة، لأن هناك فروق جوهرية
نعم هي تتفق في ربما في الأهداف، تتفق في بعض أشكال الاحتجاج، الساحات، الميادين العامة، اشتراك الشباب، هناك خصائص عامة، سمات مشتركة بين هذه التحركات، ولكن أيضا هناك فروق تحكمها. أولا خصائص كل مجتمع على حدة، توازن القوى السياسي والاجتماعي داخل كل بلد، المحيط الجيوسياسي المحيط بهذا البلد. لذلك أنا أقول لا يمكن أن نضع تونس ومصر مثلا في مصاف سوريا وليبيا، ولا يمكن أن نضع اليمن والبحرين أيضا في خانة هؤلاء، ولا يمكن أن نضع المغرب وعمان، وهذا التصنيف عشوائي بالمناسبة يعني، ولكن أنا أريد أن أشير إلى أن هناك يعني فروق في الحالات الخاصة بكل بلد، ونحن رأينا ذلك. يعني الجيش السوري لم يتصرف كالجيش المصري أو الجيش التونسي، والجيش في ليبيا أيضا لم يتصرف، إذا افترضنا أن هناك جيش طبعا إلى آخره، ووضع اليمن أيضا له خصوصيات، ووضع البحرين له خصوصيات. وبالتالي يجب عندما نناقش حالات الربيع العربي ونحن نبحث عن المشترك بينها، يجب أيضا أن نتوقف أمام الخصوصيات، وأعتقد هذا يساعدنا على فهم بعض الأخطاء التي وقعت فيها انتفاضات الربيع العربي، عندما يعني تحركت كلها ضمن سقف واحد تحت شعار إسقاط النظام، وهو أمر لا تحتمله يعني لا تسمح به توازنات القوى داخل البلدان المختلفة. ربما هذا كان ممكنا في تونس أو ممكنا في مصر أو إلى آخره، لكن أثبتت التجربة أنه غير ممكن في بلدان عربية أخرى. في تلك اللحظة نتحدث، في تلك اللحظة، في تلك التوازنات القائمة آنذاك. الآن نتوقف أمام القوى المحركة لهذه الانتفاضات وهذه الثورات. طبعا جرى حديث كبير عن الشباب، يعني في كل مكان، في مصر ميدان التحرير، في تونس، في البحرين، في اليمن، في إلى آخره، سادة مصطلح شباب الثورة أو الشباب أو إلى آخره. ولا شك يعني نحن نجل الشباب وندرك أن هذه نحن أيضا نحن يعني الكهول اليوم موجودين في هذه القاعة، كنا شبابا يعني، وكنا لا نقل حماسا لحين لا نقل حماسا ولا عنفوانا ولا أيضا قلة خبرة بالمناسبة، يعني وهي السمات الموجودة في هذه المرحلة العمرية. يعني لا شك التضحيات التي قدمها هذا الشباب بالاستعداد، الاندفاع، الحماس، الاستعداد للتضحية، يعني اقتحام المستحيل، يعني هذه أمور كلها جديرة بالإجلال والتقدير. ولكن أيضا لا يمكن لثورة أو الانتفاضة أن تقوم بدون قيادة سياسية، ويقال أن الشباب قاد هذه الانتفاضة. ما هو البرنامج؟ من هي القوى التي تقيد هذا التحرك؟ لأن هذا الشباب نفسه في الغالب الأعم الذي ملأ الميادين وملأ الساحات لا يملك طبعا لا يملك الاستمرارية والقدرة على العمل المنظم وطويل النفس. هذه لا تمتلكها الأحزاب والتنظيمات، لا تمتلكها الكتلة الجماهيرية الواسعة. الكتلة الجماهيرية الواسعة تخرج في لحظات الذروة، لحظات الهيجان الشعبي، عندما يعني تنشأ ظروف مؤاتية لهذه الانتفاضات ولهذه الثورات. لا يمكن للشعوب أن تكون في حالة ثورة طول العمر، يعني على مدار السنوات. الثورة هي لحظة تاريخية تتوفر فيها شروط الثورة، وكذلك الانتفاضة، وكذلك التحرك الشعبي. حتى حكما من تاريخنا السياسي في البحرين نحن ندرك أن هناك محطات يبلغ فيها التحرك الشعبي ذروته. وبالتالي يعني ما حصل أن حتى القوى السياسية المنظمة وذات التاريخ العريق وإلى آخره بدأت مبهورة أمام طاقات الشباب. يعني لقد هرمنا، يقول هذا الكاهل التونسي، لقد هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية. ولكن هذه اللحظة التاريخية لم تأتي مبتوتة أو مقطوعة عن تاريخ نضالي طويل قدمته الأجيال الأسبق.
نتحدث حتى عن حال البحرين وإلى آخره، كم من الأجيال، كم من المناضلين الذين ضحوا بحياتهم وضحوا بأعمارهم في السجون وفي المنافي وإلى آخره وفي العمل السري، وقبل ذلك يعني وهم يناضلون من أجل ذات الأهداف. فأنا أعتقد أن المسألة إذا أخذت يجب أن لا تأخذ عمرية، أن هذه ثورات للشباب وكأن هناك ثورات للكل، هي حالة شعبية عامة، وطبيعة الحال أن الشباب هم الطاقة المحركة، هم الطاقة الأكثر قدرة على الحضور وإلى آخره، وهذا أمر هذه سمة عامة لكل الثورات عبر التاريخ. يعني من يتقدم ومن يعني من كان في انتفاضة 65، ومن هم قادة الحركة النقابية في السبعينات في البحرين مثلا، ومن كان في 56، يعني كم أعمار كانت قادة حركة الهيئة في 56، كم أعمار قادت جبهة التحرير والحركة القوميين العرب في 65. يعني أيضا نعود إلى الوراء ونتذكر أن هؤلاء كانوا في 25 سنة أو 20 سنة أو إلى آخره، وطلاب في المدرسة الثانوية وإلى آخره. القوى الوطنية والتقدمية قبل الربيع العربي، نحن نعلم أن هذه التيارات يعني تعاني من انحسار، هذا ليس مجال بحثه الليلة، وهي ظاهرة عربية ليست ظاهرة خاصة بالبحرين فقط، وظاهرة وربما ظاهرة عالمية أيضا، أن هناك انحسار للقوى اليسارية ولم تعد بالزخم وبالقوة التي كانت عليها في السابق. وبالتالي يعني هذه القوى في مختلف البلدان العربية كانت مشاركة نشطة في هذا الحراك، لم تتخلف عن أن تكون موجودة في الصفوف في الميادين وفي الساحات، وكل ما في وسعها من قدرات ومن طاقات قدمته يعني في هذه التحركات، ولكنها حقيقة لم تكن في الموقع الذي يمكنها من أن تصبح قوة مقررة موجهة لهذه الانتفاضات بما تمتلكه من رؤية أنا أعتقد لا تمتلكها القوى الأخرى، ولا تمتلكها القوى الإسلامية أيضا لحداثة عهدها نسبيا بالعمل السياسي قياسا إلى الحركات اليسارية والقومية وإلى آخره. عندما نتحدث عن الصورة العربية الشاملة، أنا أعتقد أن القوة الوحيدة التي كانت يعني منظمة بشكل جيد وقادرة على أن تتحكم في مجرى هذه الأحداث سواء بالمباشرة في الواجهة أو من الخلف هي القوى الإسلامية، بحكم ما تمتلك تتوفر عليه الآن من قاعدة شعبية واسعة ومن حسن تنظيم ومن إمكانيات مادية وإلى آخره، تتوفر لها من مصادر مختلفة. وهذا يجرنا إلى موضوع الشعار المركزي الذي يعني طرح في الانتفاضات الشعبية والثورات التي جرت في هذه البلدان، كما قلت أشرت، دون مراعاة الخصوصيات بين مجتمع وآخر، وهو الشعب يريد إسقاط النظام. أنا أزعم أن الكثير يعني ما فيهم الشباب لم يكونوا يملكون تصورا ماذا بعد إسقاط النظام، ما هي الخطوة التالية؟ طيب سقط النظام، ماذا سنعمل الآن بعد إسقاط النظام؟ من هي القوى التي ستحكم هذه البلدان والمجتمعات؟ ما هو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي ستدير به هذه البلدان؟ وأزعم أيضا أن القوة الوحيدة التي كانت تعرف ماذا بعد إسقاط النظام هم الإخوان المسلمون، سواء في تونس، سواء في مصر، في سوريا، وأيضا قوة ضاربة بالمناسبة في الحراك الذي جرى في سوريا وربما في ليبيا وإلى آخر. أنا أتحدث في البلدان، في المجتمعات التي انخرط الإخوان المسلمون فيها في الحراك، وليس كما هو الحال عندنا في البحرين مثلا. نتحدث عن الربيع العربي. بالعكس، ربما يعني جرت إعازات أو إلى الإخوان المسلمين بأنهم القوة المقبلة، القوة القيادية المقبلة في المنطقة، وهذا بدا واضح في تونس وفي مصر، ولولا الأخطاء التي وقعوا فيها عندما فازوا في الانتخابات الرئاسية في مصر، أنا أعتقد أن هذه الحقبة، حقبة الإخوان المسلمين، كانت ستتم وستمر طويلا لولا تدخل الجيش وإزاحتهم عن السلطة، دون أن ندخل أيضا في تفاصيل هذا الموضوع. وبالصدفة أنا يعني من يومين كنت أشوف على البي بي سي
برنامج وثائقي وبث على حلقات عن مصر، كانت الحلقة الأخيرة عن السادات، مرحلة السادات. وسنكتشف من وقائع هذه مجموعة شهادات عن قوى مختلفة من الأجهزة الأمنية، من الإسلاميين أنفسهم، من الناصريين، الماركسيين، يعني من عاصروا تلك المرحلة. أدلة ساطعة يعني قدمها نائب وزير، نائب مدير الأمن العام، لا أذكر اسمه، يعني سيعاد بثه على كل حال لأن هذا أمس ولم، يشير إلى الدور الذي لعبه السادات شخصيا والنظام الساداتي في تلك الفترة في، يعني هو شيء من التحالف، ما يشبه التحالف كأن، ولمن يشاهد هذه الحلقة يدرك يعني كيف حدث ما حدث، كيف أصبح الإخوان المسلمون هما أكثر القوة جاهزية لقطف الثمار في تونس أو في مصر وإلى آخره. الآن أريد أن أقف أمام عامل آخر. أنا الحقيقة منذ شهر تقريبا أو شهر شوية قدمت ما أشبه المحاضرة في التجمع القومي لها علاقة بموضوعنا هذا، ولذلك أنا ما حبيت أكررها الليلة لأن وذيعت في حينه ونشرت أيضا على موقع الإلكتروني المنبر التقدمي، يمكن العودة إليها، تناقش هذا الموضوع، موضوع الربيع العربي، بتفصيل أكبر مما أشرت إليه الآن. وتحدثت عن دور القوى الإقليمية الموجودة في المنطقة وأثرها فيما أعتقد أنه إخفاقات الربيع العربي. يعني علينا أن نعود شوي بذاكرتنا إلى الماضي القريب، يعني حتى التيارات السياسية ذات البعد الأممي، يعني كما هو الحال مثلا فيها بالنسبة لجبهة التحرير في البحرين أو حتى الجبهة الشعبية بعد تحولات في حركة القوميين العرب، يعني عندما كنا نتحدث عن ارتباطنا بحركة التحرر العالمية وبالمعسكر الثوري في العالم وإلى آخره، كان هناك إصرار وإلحاح على التأكيد على الطابع العربي لحركة التحرر. هناك مفهوم اسمه حركة التحرر الوطني العربية، لم يعد يستخدم هذا المصطلح كثيرا. الحركات القومية نفسها كانت اسمها حركة القوميين العرب، حزب البعث العربي إلى آخره. كان هناك في توضيح للهوية، أنا لا أتحدث هنا من منطلق شوفيني أبدا ولا من منطلق قومي، ولكن أتحدث أن هناك حاجة لأن تكون لكل أمة مشروعها التحرري الاجتماعي الخاص بها في المنطقة. الآن الالتباس بالمشاريع الأقليمية أضاع هذه أو أضعف هذه الهوية فيما أرى، وصارت درجات مختلفة من التعويل على القوى الإقليمية التي تدخلت تبعا لمصالحها. وعلى سبيل المثال تركيا مثلا دعمت الإخوان في مصر، دعمت مثلا الانتفاضة في سوريا لأن الإخوان المسلمين طرف فيها، ولكنها مثلا لم تتخذ موقفا إيجابيا مما جرى في البحرين على سبيل المثال. إيران بالمقابل ربما اتخذت موقف إيجابي إعلامي وإلى آخره من مصر ومن البحرين وغيرها، ولكنها لم تتخذ موقفا إيجابيا من الانتفاضة السورية التي كانت في بداياتها أيضا انتفاضة ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية وإلى آخره. أنا لا أتحدث عن مآلات ما حدث بعد ذلك، أتحدث عن كما خرج المصريون إلى الساحات وخرج التوانسة وخرج البحرينيون إلى آخره، خرج أيضا الشعب السوري في الحقيقة. فإذا لا يوجد هناك موقف من هذه القوى الإقليمية بدعم الحراك الشعبي في هذه البلدان من أجل الديمقراطية، وإنما هناك حسابات محاور وحسابات توازنات سياسية خاصة بهذه الدول. وأنا أعتقد أن هذا لم يلعب دورا إيجابيا في خدمة الانتفاضات بصرف النظر عن القوى الإقليمية التي تمنتها إعلاميا أو سياسيا أو إلى آخره، بالعكس أضعفها وجعل منها أداة من أدوات هذا التجاذب الإقليمي كما على ما نشهده الآن في سوريا. وأنا أعتقد أن هذا أمر يعني يجب التوقف أمامه حقيقة، لأن الغياب البعد العربي، يعني بمعنى أن هذه الانتفاضة، يعني عندما نعود مثلا إلى الثورة الجزائرية، كانت ثورة تحرر وطني للشعب الجزائري، ولكنها كانت مدعومة من جمال عبد الناصر، مدعومة من
الشعوب العربية إلى آخره. يعني كان هناك عمق عربي لهذه التحركات. الآن أصبحت الأمور داخل يعني لم تعد كما كانت في إطارها السابق، وإنما أصبح القوى الإقليمية، وهذه أنا أتحدث عن هذا الجانب من باب أن هذه قوة لها حساباتها، دول قوية متمكنة اقتصاديا، عندها عمق بشري وعمق استراتيجي وإمكانيات هائلة، وبالتالي هي في حالة صراعات مع وتجاذبات بينها وبين بعضها البعض، وأيضا ارتباطات بموضوع المحاور الدولية وإلى آخره. وبالتالي يعني هي في غياب المشروع العربي من مصلحتها أن تجير ما يجري في أي بلد لخدمة ما تراه هو مناسبا إلى مشروعها الخاص، بصرف النظر، وأكرر بصرف النظر عن موقفنا. يعني أنا لا أطلق حكم قيمة الآن موقفنا من البرنامج هذه الدولة أو تلك، ولكن أنا أعتقد أنه فيما يتصل بموضوعات الانتفاضات العربية لم يلعب دورا إيجابيا، بالنظر أيضا إلى أن إيران وتركيا كل على حدة يحكمان من نظامين إسلاميين، وأحدهما سني والآخر شيعي، وهذا أوقعنا في دوامة التجارب المذهبي الذي عانت منه المجتمعات العربية. لكي يعني لا أطيل، الملاحظة الأخيرة هي عسكرة الانتفاضات. أنا أعتقد يعني أكبر يعني خطأ، ربما حتى يعني جريمة وقعت في حق الانتفاضات هذه، هو دفعها نحو العسكرة. المقاومة المدنية والاحتجاجات الشعبية السلمية في ميدان التحرير وفي تونس وفي غيرها من البلدان العربية تمكنت من إحراز شيء ملموس. سقط حسني مبارك، لم يسقط النظام، سقط حسني مبارك، سقط زين العابدين في اليمن، وزيحة علي عبد الله صالح إلى آخره. ولكن حيث جنحت الانتفاضات سواء بإرادة المشاركين فيها أو باستدراجهم نحو العسكرة ونحو العنف، تحولت إلى حروب أهلية، وهذا على ما نراه الآن في ليبيا ونراه في سوريا خاصة. لأن موضوع ليبيا بالذات يعني لا تنطبق عليه صفات الانتفاضات التي جرت في البلدان الأخرى. هناك منطقة فرض عليها حظر جوي في بني غادي، قامت الناتو قوات الناتو بحمايتها، ثم شنت الطائرات على العاصمة طرابلس ولحق القذافي إلى أن أوقع به، ولم تتوفر هذه على شروط الانتفاضة أو الثورة التي وجدناها في تونس أو وجدناها في مصر. ولكن بعد سقوط القذافي انهارت الدولة وتحولت البلد إلى غابة من السلاح، ولا يمكن القول أن الوضع في ليبيا الآن يعني أفضل أبدا، يعني ولا بأي شكل من الأشكال ما كان عليه في عهد القذافي. هناك ملاحظة على صلة بهذه المسألة، هي أن خاصة في البلدان التي تتميز أو تتصف بوجود يعني تعددية مذهبية وإثنية، يجب أن تكون هناك درجة عالية من اليقظة والحرص، لأن إن اتخذ تحرك طابعا فئويا أو مذهبيا أو استدرج إلى هذا النوع من الطابع، فإنه يقع في خطر انقسام المجتمعات وإضعاف التحرك. وأعتقد نحن في البحرين يعني لا أقول نحن لم نكن متنبهين لهذا الأمر، جرى التنبه إلى هذا الأمر، ولكن كان يمكن أن نبذل جهود أكبر في سبيل أن لا نسمح طبعا هذا الأمر كان لا بالشكل ليس يعني أمر جرى التخطيط له بعناية و فوق طاقة الجميع، ولكن كان بالإمكان بذل جهود أكبر من أجل أن لا تنزلق الأمور إلى من زلقت إليه. في التجمع الأول الفاتح، أول تجمع للفاتح الذي أقيم بعنوان لنا مطالب، وألقى في الشيخ عبد اللطيف المحمود خطابه الأول، أعتقد أن الكثير مما اقترحه في هذا الخطاب لم يكن يختلف عما كان مطروحا في الدوار في مرحلته الأولى قبل أن يعني تجري الشعارات يعني يرتفع السقف. ولكن طبعا المشكلة أن هذا كان متأخرا، لأن المجتمع انقسم،
يعني هذا الخطاب حدث عندما كان المجتمع قد انقسم والأمور أخذت مسارا آخر. أكتفي يعني بهذه الملاحظات، وأنا أعتقد ربما أنها تكون شوي ملاحظات يعني محفزة للنقاش، ربما تكون موضوع خلاف، ولكن هو الهدف أن نطرح أن نثير هذا النقاش. نحن بحاجة إلى هذا النوع من النقاش سواء اتفقنا أو اختلفنا يعني حوله. وشكرا لكم. دكتور حسن على هذه المداخلة القيمة. أنا طبعاً ورقتي في بعض المحاور في تقاطعات مع بعض المحاور حسن، لكن أحاول أن أبحث عن المشتركات في ثورات الربيع العربي، وسواء المشتركات في الأسباب أو في خصائص الأنظمة اللي كانت موجودة أو اللي ما زالت موجودة في هذه الدول، من خلال اعتمادي طبعاً على رؤية الباحث اللبناني أديب نعمة اللي أصدر كتاب قيم جداً باسم الدولة الغنائمية والربيع العربي. أشار أولاً إلى الأسباب المباشرة لثورات الربيع العربي، وهي أولاً على المستوى السياسي تزايد الضغط السياسي على الحريات العامة والشخصية وتأخير العمل السياسي والنقابي وانتهاك الحقوق والإحساس الفاضح بالتمييز. اثنين، التقلص المستمر في دائرة المشاركين في القرار بما في ذلك داخل قوى النظام نفسه، وزيادة في احتكار السلطة وحصر القرار الفعلي بيد الشخص الواحد والدائرة الضيقة من العائلة والمساعدين، والاستبعاد المتزايد لفئات كانت لوقت قريب تشارك نسبياً في القرار وفي المنافع. على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، إفرازات سياسات الإصلاح الاقتصادي التي التزمت بالمذهب النيوليبرالي المعولم عبر تنفيذ شروط صندوق نقد الدولي والبنك الدولي أدت إلى تراجع دور الدولة الاجتماعي كالحماية الاجتماعية، الدعم، فرص العمل. نتجت عنها الفقر والتفاوت الطبقي الكبير بين الأغنياء والفقراء وبين الريف والمدن، زيادة في البطالة ولا سيما لدى الشباب، اضمحلال الطبقة الوسطى. على المستوى النفسي والنفس الاجتماعي، أمام تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجمع في الوعي الشعبي الفردي والجمعي شكوك وبداية مسائلة للمشروعية التاريخية لهذه الأنظمة التي من خلالها وصلت للحكم كمقاومة الاستعمار، بناء الدولة الوطنية بعد التحرير، مدى شرعية التوريث، وبدأت عناصر عدم الثقة تتراكم أمام تراجع جوانب الحياة لفئات كثيرة من السكان بدءا من الحرية إلى لقمة العيش. وعند اللحظة التي بدأ فيها أن التوقعات المستقبلية مسدودة الأفق، أصبح الإحساس الشعبي الجمعي كالتالي: إن الغد لن يكون أفضل من اليوم. هنا أصبح المزاج الشعبي مختلفاً في اللحظة التي تنكسر فيها أحلى الحلقات الضعيفة ويبدو معها أن التغيير ممكن، فإن هذا المزاج الشعبي يتحول من الإحباط إلى الفعل من خلال الشارع أو أشكال أخرى، وهذا ما حصل بعد انكسار حلقة تونس. أما التعبير الأكثر وضوحاً في البعد النفسي فيتمثل في شعار الكرامة الإنسانية الذي كان الحافز المعنوي الذي ترجم الغضب الكامن إلى فعل إيجابي. ثم ينتقل الباحث طبعاً إلى الخصائص المشتركة بين الأنظمة التي واجهت الربيع العربي، تونس، مصر، سوريا، اليمن، ليبيا، البحرين، وأيضاً باقي الدول التي كانت فيها الحراك أقل، ويرى أن أهم تلك الخصائص المشتركة هي: في البعد السياسي، أنظمة غير ديمقراطية، ديكتاتورية، استبدادية، تسلطية، أنظمة عسكرية وأمنية، الدولة لها دور أساسي في كل المجالات، نظام شمولي وعدم الاعتراف بالمجتمع المدني.
في البعد الاقتصادي المشترك بين هذه الأنظمة دول ريعية تعتمد على العقار، على النفط، على تأجير الأراضي الزراعية، فوائد مصرفية، احتكار الملكيات، التحكم في إجراءات الفرص الاستثمارية مقابل الشراكة معها بدون مقابل، ريع الموقع والعلاقات فيها نفعية، والدولة تجبي الريع لزيادة ثروة الحكام وتوزع حصة منه على الرعاية بحسب درجة القرابة والصلة والولاء مع مركز القرار. نظام ريعي يستخدم فيه توزيع الثروة لإعادة إنتاج علاقات الولاء والتبعية واستبعاد إمكان بناء علاقات مواطنة قائمة على الحق والرقابة والمساعدة. في البعد الاجتماعي المشترك بين هذه الأنظمة دول أبوية بطريقية، وهي نقيض العلاقة القائمة على المواطنة، دول قبلية عشائرية عائلية، وهي مصدر السلطة والمشروعية وتتفوق على مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة التي تأسست شكليا، دول طائفية حيث الشكل الاجتماعي ذو طابع ديني ويمكن أن تأخذ شكلا مؤسساتيا كما في لبنان، ويمكن أن تتخذ شكلا صريحا وإن كان غير معلن كما في العراق بعد 2003، أو تأخذ شكلا جوهريا في بناء الدولة من خلال الاعتماد على طائفة معينة بصفتها قوة اجتماعية وشعبية موالية، وغالبا ما ينتمي إليها شخص الحاكم كما في سوريا، أو تأخذ سمات طائفية مضمرة وكامنة تبرز على السطح في لحظات التأزم كما في البحرين. البعد الإداري المؤسسي المشترك بين أنظمة الربيع العربي الفردانية والشخصانية مقابل المؤسسية، والتي تؤدي إلى إضعاف المؤسسات على المستويين السياسي والإداري وتداخل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعطيل الرقابة على أعمال الحكومة والتجاهل القوانين والالتفاف عليها أو تعديلها حسب مصلحة الحاكم، الفساد والزبائنية من رشوة وتعيين الأقارب في المناصب. ويقترح الأستاذ أديب نعمة بأن كل الصفات المشتركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ممكن تكثيفها في مصطلح الدولة الغنائمية، ويتعمق طبعا في جذور هذا المصطلح الذي يعود إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي ميز بين النظام الحكم الرأسمالي الحديث القائم على العقلانية الاقتصادية ويستمد شرعيته من الاقتراع العام ويدار من قبل جهاز دولة محايد ومستقل نسبيا عن الحاكم، وبين نظام تقليدي تستند مشروعيته على التقاليد ويسميه بالنظام الإرثي من يعني الوراثة، حيث تختفي الحدود بين المجالين العام والخاص، وتطور هذا المفهوم إلى الإرثية المحدثة حيث الدولة وأجهزتها تعملان في إطار قانوني شكلي. ما هي الخطط التي استفادت منها الأنظمة الاستبدادية من بعضها البعض لمواجهة أي ثورات أو انتفاضات قادمة؟ 1. إطالة الصراع قدر الإمكان وتجنب الإرباك والانهيار السريع كما حدث في مصر وتونس. 2. تجنب العزلة واستفزاز الرأي العام العالمي بقوة كما فعل القذافي، والحفاظ على مستوى من العنف المستمر لكنه ضمن سقف لا يستدعي ردود فعل الأطراف الدولية. عندما استخدم طبعا القذافي السلاح الكيميائي يعني بدأ الدول الإقليمية والعالمية في مواجهته بشكل صارم. 3. تجنب تقديم تنازلات على الطريقة اليمنية وعدم الدخول في مسارات غير معروفة النتائج من شأنه أن يضعف موقعه ويفقد السيطرة على الوضع. 4. منع تشكيل ميدان أو ميادين رمزية للحراك الشعبي ومنع التجمعات المركزية والاعتصامات مهما كان الثمن. 5. منع الإعلام المستقل التواجد في الميدان واعتماد رؤية واحدة، إرهابيون يعتدون على المواطنين وعلى النظام والدولة، والاستمرار على تعزيز هذه الرواية منذ اللحظة الأولى. 6. اتخاذ قرار حاسم لا رجعة عنه بالمواجهة حتى النهاية
والتهديد بالمزيد من العنف وعدم استقرار المنطقة بهدف تخويف الأطراف الإقليمية والدولية غير المؤيدة للضغط الزائد على النظام. 7. استخدام كل الوسائل لدفع المواجهة الداخلية إلى مواجهة مسلحة وتحويل المواجهة الداخلية إلى مواجهة خارجية دولية مما يحسن ظروف المواجهة في مصلحة النظام. 8. الأولوية في تقديم التنازلات هي للأطراف الدولية والإقليمية والتمسك حتى الرمق الأخير بعدم تقديم تنازلات للمعارضة الداخلية. 9. إطالة المواجهة لأقصى فترة ممكنة والاعتماد على الدعم الخارجي كما على قدراته المؤسسية من أجل جعل طول أمد الصراع في مصلحة النظام وزيادة الإرباط في صفوف الخصوم الداخليين والخارجيين. عوامل أخرى أثرت في نجاح وفشل الثورات والانتفاضات في الربيع العربي التعدد والتنوع في التكوين السكاني، فكلما كان النسيج الاجتماعي متجانساً ساعد ذلك على توحيد القوى ويساهم في إزالة الالتباسات السياسية الهوياتية الفرعية والانقسامات العمودية التي تعطل التغيير المنشود. 2. يلعب توافر موارد مالية وافرة دوراً في تعزيز قدرة النظام على اتخاذ خطوات استباقية أو الاستجابة للمطالب الشعبية المعيشية مما يؤدي إلى امتصاص النقمة الشعبية قبل أن تتحول إلى انتفاضة طويلة أو متوسطة المدى مثل ما حدث في المغرب وبعض دول مجلس التعاون. 3. وجود تاريخ من الحروب الداخلية والاحتلال يلعب دوراً كبيراً في إشاعة مناخ من الحذر ويمنع من إمكان الحراك الشعبي العفوي. حصل ذلك في فلسطين والعراق ولبنان وإلى حد ما في الجزائر. وقد استخدم النظام في هذه الدول أثناء اندلاع ثورات الربيع العربي هذا الخوف من تكرار الحروب الأهلية الدموية الداخلية إعلامياً وعملياً. في ضوء هذا التحليل لواقع وخصائص ثورات وانتفاضات الربيع العربي لا بد أن نطرح السؤال المعروف: ما العمل؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نؤكد بأنه لا يمكن توقع المستقبل بدرجة مقبولة من الدقة في الوقت الراهن لهذه المجتمعات العربية، ليس بسبب قصور المنهجيات بل بسبب طبيعة المرحلة نفسها التي تتسم بدرجة عالية من اللا استقرار ووجود عدد كبير جداً من الفاعلين الداخليين والخارجيين، كما يتعلق بدرجة البراغماتية الكبيرة جداً التي تبديها الأطراف السياسية الفاعلة في التكيف مع المتغيرات. ومع ذلك نستطيع القول بأن الجواب على سؤالنا ما العمل يندرج ضمن ما ينبغي أن يكون كحل ضد ما هو كائن، وذلك من خلال خلق قناعة وإيمان من قبل جميع الأطراف الفاعلة في مجتمعاتنا بوجود خارطة طريق واضحة الملامح والخطوات للخروج من الأزمات والبدء في إصلاح حقيقي. فأسباب فشل ثورات الربيع العربي ما عدا تونس نسبيا عديدة، ولكن في اعتقادي أن السبب الرئيسي هو غياب خارطة الطريق بين جميع مكونات الشعب بأحزابه وشرائحه الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي وغيرها. وفي هذا المقام يقدم الباحث اللبناني أديب نعمة في كتابه رؤية عميقة جديرة الاسترشاد بها كخارطة الطريق لجميع البلدان التي اندلعت فيها ثورات وانتفاضات وحراك شعبي كبير. العنوان الأكبر لهذه الخارطة المنشودة هو الشعار المشترك للتحركات الشعبية، وهو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي نرى فيها بديلاً ونقيضاً لنمط الدولة الغنائمية في بلداننا. وهذه الدولة الإرثية التي تعتبر البلاد وثرواتها وأهلها غنيمة لها، هذه الدولة الغنائمية التي تضيع فيها الحدود بين الشخص والمؤسسة وبين العام والخاص مثل ما أشرنا سابقا، وبين الوظائف الإدارية والسياسية للدولة وبين الجمهور والمملكة أو الإمارة أو الجمهورية وبين التقليد والحداثة، كل هذه البديل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. خارطة الطريق المقترحة من قبل الأديب نعمة قسم إلى ثلاث مراحل.
المرحلة الانتقالية، المرحلة التأسيسية، المرحلة التكوينية. فعلى صعيد البعد الانتقالي يشدد على الإجراءات الفورية لمعالجة المشكلات الناجمة عن حالة الحراك الشعبي والصدمات التي حصلت، وتعويض الضحايا والخسائر المادية، واستعادة عجلة الحياة والأمن والنشاط الاقتصادي بشكل طبيعي قدر الإمكان، وذلك عبر اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق المصلحة الوطنية والاجتماعية، حيث يجب بما في ذلك إجراءات العدالة الانتقالية من تقصي الحقائق وإنصاف الذين ظلموا والشروع في استعارة الأموال العامة. ومن المفترض أن تكون الإجراءات الموصوفة بالانتقالية من طبيعة فورية ومؤقتة وتتم في وقت نسبي، وقت قصير نسبيا، ولا أن تتضمن إحداث تغييرات هيكلية في الوضع المؤسسي والسياسي والاقتصادي والمجتمعي بشكل عام، ومن أجل تمهيد الطريق لإنجاح المرحلتين التاليتين التأسيسية والتكوينية. ويعتبر الحوار الوطني أحد أهم الآليات التي يجب الاتفاق عليها والشروع فيها خلال هذه المرحلة، فضلاً عن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. يأتي بعد ذلك البعد التأسيسي، حيث أن الإجراءات الانتقالية وحدها غير كافية، فحسب رؤية الكاتب بأن عملية التحول من المنظور السياسي والمؤسسي يتطلب القيام بخطوات محددة لتتمكن من الاستجابة للمطالب الأكثر إلحاحاً ذات العلاقة بالنظام السياسي والمؤسسي، والتي كانت موضع اعتراض الجمهور والسبب المباشر الأكثر أهمية للاحتجاج الشعبي. ويشير لبعض الأمثلة كالبحث في صياغة دستور جديد وقانون انتخاب جديد وقوانين تنظم الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني وإنصاف المرأة، وإيجاد مساحات للمشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات الدولة المركزية والهيئات المحلية، والشروع في رسم السياسات وإطلاق عملية حوار وطني بصدى الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة المطلوبة. مثل هذه الخطوات مطلوبة لا لأنها ذات طبيعة انتقالية فحسب، بل تتجاوز ذلك حيث تصبح خطوات تأسيسية لكونها تتضمن الاتفاق على النصوص التشريعية والخيارات التأسيسية للنظام الجديد، وهي مرحلة سوف تكون ممتدة في الزمن أكثر مما لو كانت مرحلة انتقالية فقط. في المرحلة التكوينية يرى الكاتب بأنها أكثر خطورة وأهمية، أي أنها مرحلة تاريخية يجري خلالها بناء مرتكزات محتملة لمشروع مجتمعي جديد ممكن يتجاوز مجرد التغيير في الحكومة والنظام والنصوص التأسيسية، ليتضمن مجتمعياً على صياغة عقد اجتماعي جديد والبحث عن تحول مجتمعي نحو الحداثة بشكل متسق يشمل التحول الديمقراطي في المجتمع كما في الدولة، وحصول تحول ثقافي وقيمي باتجاه جعل منظومة الحقوق هي الناظم الفعلي للعلاقات بين الناس وبينهم وبين الدولة على أساس مبادئ المواطنية وسيادة الحق. هذه كلها ليست تحولاً في النصوص فحسب، بل هي تحول جذري في هياكل المجتمع وثقافته وعلاقاته، ومدى هذا التحول أطول بشكل محسوس ويتطلب أن يؤخذ في الاعتبار سواء أثناء اختيار وتنفيذ الإجراءات الانتقالية أو أثناء وضع النصوص التأسيسية، بحيث لا يجري تضمينها ما يعطل الدينامية المطلوبة من أجل استمرار عملية التحول المجتمعي، بحيث تتلافى الانتهاكات التي كانت تحصل في السابق. ضمانات نجاح خارطة الطريق. شروط نجاح هذه المراحل الثلاث هي: 1. يجب عدم التعسف في الإجراءات الانتقالية بحيث تعطل أو تؤثر سلباً على ما له طابع تأسيسي وتجعل التأسيسي محكوماً بمصلحة انتقالية لحظية، وكذلك يجب عدم التعسف في الإجراءات التأسيسية بحيث تؤثر سلباً أو تعطل المسار التكويني المستقبلي الذي يتطلب اتخاذ كل ما يلزم لحماية ديناميته الخاصة من أي تقيد محكوم لمصالح سياسية وتوازنات لحظية. أن تكون الغاية النهائية لهذه الخارطة الوصول إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية وسيادة القانون. احترام الاختلاف النوعي فيما بين المراحل الثلاث،
الانتقالية والتأسيسية والتكوينية سواء على صعيد المدى الزمني والمطلوب لإنجاز كل منها والالتزام بقواعد العمل والوظائف والأهداف الخاصة بكل مرحلة وعدم الخلط فيما بينها. 4. عدم تضمين المرحلة الانتقالية ما قد يحدد مسبقاً نتائج المرحلة التأسيسية ومضمون النصوص، وكذلك عدم تضمين النصوص التأسيسية ما يؤدي إلى تعطيل عملية التحويل الأشمل للمجتمع أو يوجهها بشكل مسبق في وجهة معينة ويمنع لاحقاً التحول ويمنع لاحقاً تكون وجهات نظر موازين قوى مغايرة. يتمثل التحدي الكلي الأكثر أهمية في احترام جميع الأطراف للتوازن والتكامل بين البعد الانتقالي والبعد التأسيسي والبعد التكويني، ومن شأن إخلال هذه التوازن أن يدخل المجتمع في تعقيدات كثيرة تؤدي إلى تدخل القوى المضادة لإجهاض مشروع الإصلاح وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. تترافق مع هذه المراحل العمل على تحسين مستوى معيشة غالبية السكان الفقراء والعمل على تبديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن تحميد الهوة الاجتماعية والمناطقية وإفقار الطبقات الوسطى وتهميش دور العدد الأكبر من رجال الأعمال واستمرار زيادة معدلات البطالة. إن القوى الحية في المجتمع إذا ما توحدت في مثل هذه الرؤى والأهداف لتمكنت خارطة الطريق التي يتم التوافق عليها أن تكون سكة قطار وبوصلة للوصول إلى مجتمع الحق والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية. وشكراً لحسن إصغائكم.